السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جميعا، ونشكركم من قلبي ومن صميم وجداني على حضوركم ومشاركاتكم وتفاعلكم مع المداخلات متاعي. ونأكد لكم على أمر يجب أن ننطلق منه، كثير يعتقد أنني صاحب مشروع سياسي في الجزائر. أنا لا عندي مشروع سياسي في الجزائر، لا مشروع حزبي، لا مشروع من أجل أني أتولى منصب ولا أي شيء من هذا القبيل، فقط ناصح أمين للجزائريين وقلبي على الجزائر فقط. هذه لا عندي حركة سياسية ولا أنتمي إلى حركة سياسية ولا يمكن أن أنتمي يوما ما إلى حركة سياسية، هذه تأكدوا منها. فقط أنا شايف بلدي الجزائر رايحة في مرحلة معينة، عندما رأيتها رايح تحريض اللي صاير والغلط اللي صاير واستغلال الناس اللي صاير، اضطرينا أنه نتكلم. يبدو أنه أخوانا كان اللي يخبر فيه يقول لي أنه الإنترنت ضعيفة، عرفت اليوم بأنه بسبب البكالوريا أن الإنترنت ضعيفة، ولكن يبدو أن الآن تكون أفضل. على كل حال، حديثي الأخير، الفيديو تبعي الأخير، تحدثت حول ما تسمى التمازيغ. يجب أن أؤكد على أمر ها، افهموه من حيث المبدأ، لا أتكلم عنصرية ضد أي طرف، وأرفض العنصرية ونكره العروشية ونكره البن عميس ونكره كل هذه الأشياء، هذه ما نحبها أصلا، ما نحبها أصلا، هذه متأكد منها، هذه لا أريدها. وكل مكون موجود في المجتمع لديه احترامه وتقديره. أرفض عنصرية هذا ضد ذاك وعنصرية هذا ذاك ضدها، هذا من حيث المبدأ. أمر آخر، أن الجزائر دولة مسلمة، هذا هو دينها الإسلام، وأن لغتها هي العربية. هكذا منذ البداية، بيان أول نوفمبر اللي هو مرجعية للدستور وغيره كتب باللغة العربية، وحافظ على قيم الإسلامية للدولة الجزائرية. إذا في أشخاص تخلوا عن دينهم وبدلوا دينهم، ما لا هذا لا يعني أنه حتى كل ما يكونوا أشخاص يكونوا 100,000 بشر بدلوا دينهم، هذا لا يعني أنه يجب الدولة أن تغير دينها. هذا بالقوانين الدولية والمواثيق الدولية ما يجي حتى واحد زي ذلك. هناك نقطة معينة لما حذرت من هذه المادة وكثير سألوني، وجرى حتى هناك أصلا الذين يريدون أن يستفيدوا من هذه المادة يدركوا أن الناس اللي مشات في المسار الانتخابي مسار 12-12 مشوا في هذا المسار خوفا عن الجزائر. حابين يزرعوا فيكم الآن فكرة أنه إذا ما قلتش نعم على هذا الدستور فأنت مارست أو أنت ساعدت على إجهاض هذا المسار. ما يكذبوش عليك. رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون استلم تركة كارثية بمعنى الكلمة، تركة بوتفليقية كارثية بمعنى الكلمة، وهذه التركة حتى يفككها ليست من السهولة بمكان، ليست بالسهولة. وكانت قوة كبيرة حقيقة في تفكيك هذه التركة تتمثل في الراحل أحمد قايد صالح. رحيل أحمد قايد صالح بلا أدنى شك أضعف هذه القوة إلى حد ما. نكون شوية صرحاء ونتحدثوكم بكل وضوح وبلا لف ولا دعوة، أن رحيل قايد صالح أثر على هذه القوة في هذا. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.